السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية يا عاشر. اليوم إن شاء الله يا عاشر رح ندخل في مادة أعمال الصاج، رح نعرف شو معنى كلمة الصاج. طبعا كلكم أكيد بتعرفوا شو يعني صاج. الصاج يا عاشر هي عبارة عن قطعة معدنية، صفائح معدنية رقيقة مصنعة من المعادن، وهي يا عاشر أكثرها حديد، فولاذ، ألمنيوم اللي بنستخدمه في كتير صناعات. الصاج يا عاشر بدخل كتير في الصناعات، مثلا في الحديد، في السيارات، في المراكب، في البناء، في أكثر من أشياء بنستخدم فيها الصاج. تعريف الصاج هو الصفائح المعدنية الرقيقة المصنعة من المعادن، بتراوح سمكة من 4 إلى 5 ملم، لازم يكون سمك الصاج. هلأ يا عاشر في عنا صاج طري، أكثر أنواع الصاج استخداما، يعني ما بدنا نحكي أنه كلمة طري يعني قصدهم فيها طراوة كتير، لا، يعني نسبة بسيطة من الطراوة بتكون فيه، بيكون أكثر استخداما، بيكون غالبا الصاج من معادن الحديد والفولاذ والألمنيوم، هدول الثلاث أشياء اللي بتكون منهم الصاج. أنواع الصاج الطري: صاج غير مقاوم للصدى وصاج مقاوم للصدى، طبعا في فرق بينهم. إذن أول إشي الصاج هو الصفائح المعدنية الرقيقة المصنعة من المعادن، سمكها من 4 إلى 5 ملي. أكثر أنواع الصاج استخداما اللي هو عاشر الصاج الطري. الصاج لما أسألكم إيش المعادن اللي بتكون منها، اللي هو الحديد والفولاذ والألمنيوم. أنواع الصاج الطري: صاج غير مقاوم للصدى وصاج مقاوم للصدى. الفرق بينهم: الغير المقاوم للصدى يا عاشر اللي هو بيكون مصنع من الحديد والكربون دون أي إضافات، فقط حديد وكربون. أنا لما أضيف يا عاشر كربون على الحديد حتى يزيد الصلابة، لما أضيف الحديد على الكربون حتى أزيد الصلابة، في هاي الحالة بصير اسمه فولاذ. إذا الحديد يا عاشر بس أضيف عليه كربون بتصير عندي الصفيحة اسمها صفيحة الفولاذ. في إيش يستخدم هذا؟ في خزانات الوقود والأثاث المعدني. إذا يا عاشر غير المقاوم للصدى هو اللي يستخدم في صناعة خزانات الوقود والأثاث المعدني. أما الصاج المقاوم للصدى اللي هذا يصنع من معدن الزنك أكتر إشي بيكون، وهذا يستخدم في صناعة خزانات المياه والعبوات والسقوف المعدنية. كمان مرة يا عاشر، الصاج غير المقاوم للصدى اللي هو الفولاذ الكربوني يصنع من الحديد والكربون دون أي إضافات. في إيش يستخدم؟ في صناعة خزانات الوقود والأثاث المعدني. أما الصاج المقاوم للصدى اللي هي بصنع من الزنك، في إيش يستخدم؟ لخزانات المياه والعبوات والسقوف المعدنية. هدول يا عاشر أنواع الصاج المقاوم للصدى وغير المقاوم للصدى. إذا نعرف كل واحد فيهم من إيش بتكون وفي إيش يستخدم، برضه مش بس بإيش يتكون وبرضه بإيش يستخدم. هون مثلا يستخدم في صناعة خزانات الوقود والأثاث المعدني، والتاني يستخدم في صناعة خزانات المياه والعبوات والسقوف المعدنية. تعريف الصاج كتير مهم. أنواع الصاج اللي هي المقاوم وغير المقاوم للصدى. إذا سألتكم أكثر أنواع الصاج استخداما اللي هو يا عاشر الصاج الطري. نكتب يا عاشر التلخيص على الدفتر، ويعطيكم ألف عافية.